عايزه اتكلم على تاثير السكر على يعني السكر ممكن يجيب ميه بيضاء او ميه زرقاء في العين ولا ملوش علاقه ولا ده مرض يعني بعيد عن تاثير السكر على العين؟ السكر بيؤثر جدا على عدسة العين، مش هو سبب المياه البيضاء، ولكن هو بيعجل من حدوثها. ظهورها او حدوثها. يعني لو عندي 2 اخوات عندهم نفس الجينات وعايشين في نفس الظروف وفي نفس المكان، واحد جاله مياه بيضاء وهو عنده 50 سنة عشان عنده السكر، هتلاقي التاني يجيله مياه بيضاء وعنده 60 سنة. السكر بيخلي المياه البيضاء يعني تيجي بشكل اسرع وتيجي بشكل اقوى من الشخص اللي ما عندوش سكر. تمام. طيب انا عايزه برضو في سؤال جه دلوقتي، متصل قال عنده 48 سنه، عمل حقن في العين اليمنى وبيقول عنده سكر، فهو اخذ علاج لابصار العين، فهو عايز يعرف هيك ارشادات يكمل العلاج ده ولا يعمل ايه حسب الدكتور بتاعه، حسب عشان وده برضو المشخص حالته يعني. ودي برضو كويس قوي السؤال ده، فتح علينا جمله مهمه كنت عايز اقولها. اتفضل. ارجوكم اختار الدكتور اللي يعجبك، بس وانس انك تسلم نفسك له امشي معاه من البداية يعني. بالظبط. ليه بقى؟ انا النهارده رحت عند فلان، حط لي خطه علاجيه، خدت منها خطوه واحده وبعدين ما عجبنيش او ما حسيتش بتحسن، هسيبه اروح لواحد تاني احط خطه علاجيه تاني يبتدي، وهكذا. دي كارثه. روح لاي دكتور يعجبك واقتنع باللي يعجبك، بس وانس انك اقتنعت بيه سلم نفسك له. انا كان عندي مريضه لن انساها ابدا، جات لي لسه بحاول اشرح لها ايه خطه العلاج، قالت لي دكتور انا مقتنعه بحضرتك، اللي هتعمله انا موافقه عليه. خلاص ما تتكلمش، يعني قالت لي كده ما تتكلمش، خلاص وقف كلامك، اللي هتعمله انا موافقه عليه. فهماني؟ ليه؟ هو ده الصح. انت اقتنعت بالدكتور بتاعك كمل معاه، بس ما تقعدش كل شويه تروح وتيجي، لان قصدك يعني تغيير الدكتور اكتر طبعا مره ممكن يعمل تشتت للمريض يعني استاذه مياده. مثلا هقول لحضرتك على حاجه، مريض السكر او الحاجات اللي بتحتاج اكتر من تدخل العيان فيها، وده انا شويه برضو بلوم الاطباء ان هم مش بيتكلموا مع المرضى بشكل قوي. مريض السكر غالبا عيان ما بيخفش بعد اسبوع او 10 ايام، وبالذات لو عنده مضاعفات قويه. لازم اقعد مع العيان وافهمه ان انا هعمل لك كذا، والنتائج بتاعتنا ممكن تبقى كذا وكذا، وممكن الشهر الجاي اعمل لك كذا، احط لك خطه علاجيه واقول لك من الاول موافق ان احنا ماشي بيها اوكي، مش موافق شوف حد غيري. لكن يعني هقول لك على حاجه، مريض مثلا انا شفت الفحوصات بتاعته وقلت له انت هتحتاج 3 حقنات، لو حقنت له مره مش هيتحسن، يعني ممكن شويه يكون بدا تحسن لكن مش هيحس بالتحسن الواو اللي هو يجي بقى في فرحان ومبسوط. طب لو هو ما كملش العلاج بتاعه ما استفدناش حاجه. تمام، لازم يكمل. الله ينور عليك. فلازم العيان يبقى فاهم ان هو هيتحط له خطه علاجيه يمشي عليها ويكمل فيها ويتحملها زي ما هي. بعد ما نخلصها نتحاسب. تمام، لكن ما تجيش في النص وتقول لي ده انا ما اتحسنتش، ما احنا لسه ما خلصناش. يعني بالنسبه لعلاج الابصار يكمل مع على الدكتور نفس بتاعه العلاج ويشوف مع هو الدكتور. حقن له ماده ايه، وقال له هنحقن كام مره، واكيد بعد اول حقنه او ثاني حقنه هيعمل له اشعه مقطعيه ويشوف المركز السمك بتاع مركز الابصار وصل لفين، لان غالبا بيحصل حاجه اسمها تورم في مركز الابصار. التورم ده الحقن بيخليه يقل، فبالتالي النظر بيتحسن. بس لو عيان مثلا مركز الابصار بتاعه 400 غير لو عيان مركز الابصار بتاعه 600، بتاع 400 ده ممكن حقنه او حقنتين يكفوه، لكن 600 غالبا يحتاج 3 أو 4 حقنات. فدي الفكره. تمام، فاهماني؟ تمام. فلازم نمشي مع الخطه العلاجيه الموضوعه. انا بقول لحضرتك انا بذكر العيانه دي ومش هنساها ابدا. ليه؟ لان هي قالت لي كده بالنص، برغم ان هي يعني كانت حد هاي كواليتي جدا، يعني حد هاي كلاس جدا، وحد متعلم جدا ومثقف جدا، بس هي دي من ثقافه، من الثقافه انك تبقى فاهم ان انا رايح لدكتور هو فاهم في شغله، فاسيبه يعمل اللي هو عاوز يعمله. طيب. انا احاسبه بعد ما يخلص شغله واشوف النتيجه اللي وعدني بيها حصلت ولا ما حصلتش. تمام، ما لكن ان يستعجلش انا يعني. الله ينور عليك، ما استعجلش وما بقاش مشتت. لانه بياخد وقت العلاج. الله ينور عليك. تمام. طيب.